مبادرة إيجابية من المؤسسات الأهلية بالبيضة، هذا ما قامت به رابطة جمهور نادي الأخضر بحضور حركة شباب الجبل الأخضر، حيث نظموا جولة ميدانية على التمركزات الأمنية داخل المدينة. كنادي الأخضر وكجمهور نادي الأخضر نسخر جميع الأمكانيات إن شاء الله حتى نبيع دباشنا من أجل ما تفشش المرض في ليبيا الحبيبة. كلفنا اليوم من إدارة نادي الأخضر كرئيس جمعية أو رئيس مجلس إدارة بأن الشباب يلتحموا ويوازروا خوتهم في الدعم المركزي والشرطة ومديرية البيضة وجميع مؤسسات المجتمع المدني. نحن اليوم محنا يمر بها العالم، وإن شاء الله ربي يخفف البلاء علينا. نحن عندنا محن والحمد لله ربك كريم، إن شاء الله يخرجنا منهن. نتمنى أن كل تلتزم بالتعليمات اللي صادرة لهم، التزام بالمدارس، يرفعوا على بعضهم، يعني نخشوا في إطار جديد. نحن مفروض نوعا من هالمشكلة إن شاء الله ربي يطلعنا منها على خير وسلام. خلال الجولة قام المشاركون في المبادرة بتقديم وجبات وشهائد تقدير لكل الجهات المشاركة في تأمين المدينة في فترة يحاول فيها الجميع مكافحة فيروس كورونا. فنحن كرجال أمن نحن متواجدين في الميدان من أجل المواطن، من أجل المجتمع، بناء على القرار الصادر من السيد وزير الداخلية وأيضا بتعليمات القائد العام للجيش الليبي لحماية المواطن من هذا الفيروس الخطير الذي يجتاح العالم جميعا. حفظنا الله، حفظ الله ليبيا، حفظ الله منطقتنا ومدينتنا البيضاء. المؤسسات الأهلية بالبيضاء شهدت نشاطا ملحوظا الأونة الأخيرة، منها حملات التعقيم التي نظمها حراك الشباب، وحملات توعية وخدمات طبية التي نظمها الهلال الأحمر فرع المدينة، وكل ذلك في إطار تكاتف الجهود لمكافحة الجائحة.